اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. معنا الطبيب الاستاذ الدكتور محمد عبد الحفيظ، استاذ المسالك البوليه بكليه الطب واستشاري مناظير المسالك البوليه وامراض الذكوره والعقم في مستشفى زليخه بالشرق. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. دكتور، طبعا يعني ماذا تقدم مستشفى زليخه من خدمات طبيه في حول الامراض المسالك البوليه؟ الحقيقه هو هدف مستشفى زليخه هو تقديم الرعايه الطبيه المتميزه حسب مقاييس الجودة العالمية، حيث أن زليخة مستشفيات زليخة تم الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بالنسبة لقسم المسالك البولية، يستطيع قسم المسالك البولية تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المرضى من جميع الأعمار ومن الجنسين. نعم. من الرجال والسيدات أيضا، وبنبتدئ العلاج من سن ما حديث الولادة والأطفال، ثم البلوغ والكبار السن، وكذلك البالغين. نعم. تستطيع مستشفى زليخة تقديم الخدمات الصحية في المسالك البولية عن طريق علاج الأمراض الأكثر شيوعا في المسالك البولية. نعم. حول هذا الحديث، ما هي الأمراض الأكثر شيوعا في المسالك البولية؟ الأمراض الأكثر شيوعا يمكن تقسيمها حسب العمر. فبالنسبة للأطفال بيوجد الأمراض العيوب الخلقية الموجودة بجهاز البولي، مثل الإحليل السفلي، ضيق في مجرى البول، الخصية المعلقة أو الهاجرة اللي هي المفروض أن الخصية تبقى موجودة في كيس الصفن، ففي بعض الحالات بتبقى غير موجودة في مكانها، فبيستطيع الطفل أو والد الطفل مراجعة الطبيب المختص بالمسالك البولية وتقديم بعض العمليات البسيطة لوضعها في مكانها الطبيعي. نعم. بالنسبة للبالغين أيضا أو في مرحلة البلوغ، هناك بعض الأمراض الخاصة باضطرابات الهرمونات الخاصة ما قبل البلوغ أو ما حول البلوغ، وكذلك وجود ما يسمى بالأدوليسنت فاريكوسيل اللي هي الدوالي الخصية الموجودة في مرحلة البلوغ. نعم. وأيضا هناك بعض الأمراض الخاصة بالتهابات المسالك البولية. في السن الكبار يوجد بعض الأمراض الخاصة بسيدات، مثل التهابات المسالك البولية أو عدم التحكم في البول. في الرجال بيوجد الأمراض الخاصة بالبروستات، وكذلك الأمراض الأكثر شيوعا وهي حصوات المسالك البولية. وهناك أيضا في السن الأكبر هناك أمراض البروستاتا في السن من 40 إلى 60 أو أكثر، بيوجد بدايات أمراض البروستاتا من تضخم البروستاتا أو التهاب البروستات. نعم. أو ما يسمى بأورام البروستاتا في السن الكبار السن. نعم. في مستشفى زليخة، ما هي العلاجات الحديثة لعلاج أمراض المسالك البولية؟ هذا السؤال سؤال مهم جدا، وبيتطرق إلى ما يسمى بالليس انفيزيف تكنيك او بالمودرن تريند ان ذا مانجمنت اوف يورينري ستونز. هذا النقطه مهمه جدا. ليه؟ لانه زمان كان من قبل 40 او 50 سنه كان العلاج الوحيد للحصوات هو العلاج الدوائي او الجراحه التقليديه. الان يوجد وبما اننا على قناه الان، فيوجد العلاج الحديث للمسالك البوليه اقل تدخلا. وهي واحد حسب حجم الحصوة ومكان الحصى. فكان حصوة من 5 ملي إلى 1 سنتي أو أقل من 5 ملي. الحصوة لو أقل من 5 ملي ده يمكن علاجها بالدواء، بالعلاج الدوائي، و95% من المرضى بتختفي الحصوة بالعلاج الدوائي. عشان نطمن الناس، ما تقلقش من وجود حصوة في المسالك البولية. وجود حصوة مش مشكلة، له علاج وعلاجاته كلها بسيطة وتعتبر على ما يسمى بالدي كيس، في نفس اليوم أو تاني يوم بالكتير. العلاج الاولاني العلاج الدوائي، لو كانت الحصوه من 5 ملي اقل من 5 ملي 95% بتنزل الحصوه بالعلاج. من 5 ملي الى 1 سنتي دي في ما يسمى بالموجات التصادميه للمسالك البوليه او اللي هي تشوك ويف لايسوتريبسي، ودي يعني بسيطه وبدون تخدير وبدون الم، ويستطيع المريض ان يمارس عمله في ثاني يوم، ونتائجها ممتازه جدا في معظم حصوات المسالك البوليه. كذلك ما يسمى بالمناظير المرنة للمسالك البولية، ودي ده تطوير حديث لمناظير القديمة. دلوقتي في مناظير المرنة اللي هي غير الأعراض الجانبية بتاعتها بتبقى غير موجودة، وبنتائجها ممتازة جدا، ويمكن الوصول للحصى في مكانها
سواء كان أسفل الحالب أو في المثانة أو أعلى الحالب أو حتى داخل الكلى، يمكن بالمنظار المرن الوصول للحصى وتفتيتها في مكانها والمريض بيخرج في نفس اليوم. نعم. هناك أيضا ما يسمى بالمنظار اللابروسكوب في المسالك البولية، وهو منظار البطن لعلاج معظم حالات المسالك البولية الأكثر تطور مثل علاج الأورام وخلافه. فكل هذه التطورات موجودة في المسالك البولية، وتستطيع مستشفى زليخة تقديم هذه الخدمات بمستوى عالي جدا من الرعاية الصحية وحسب مقاييس الجودة العالمية. نعم دكتور محمد عبد الحفيظ، شكرا لكل المعلومات اللي أفدتنا بها. ألف شكر لكم وألف شكر للسادة المستمعين.